خالد صالح، وخالد صالح نموذج برضو للحاله بتاعتك طبعا. يعني الله يرحمه ويحسن ايه، استاذ خالد كان من الفنانين اللي اتعرفت وهي كبيره يعني طبعا. قعد فتره من عمره بدا يمثل وهو شاب، ثم قعد فتره بعيد وخرج بالبطوله استاذ سيد رجب، يعني صحيح. ناس كتيره من النماذج الحقيقه الممثلين اللي فرقعوا في سن اكبر. صحيح. انت بتشوف التجربه دي ازاي؟ يعني مؤخرا بقينا نشوف ده استاذ بيومي فؤاد وغيرهم طبعا اسماء كبيره طبعاً. وفي السيدات ليلى عز العرب وغيرها من استاذ عارف عبد الرسول، استاذ عارف عبد الرسول، ناس كتيره الحقيقه مش عايز اذكر حد وانسى حد طبعا. فبتشوف ان ده مساحه، ده بيخصم يعني انت ضاعت منك سنين، ولا شايف ان دوت اضاف لك النهارده في مساحات مش موجوده عند ناس ثانيه؟ اقول لحضرتك حاجه، انا طول الوقت ودي الحسبه الحقيقه اللي ظهر بيها الجيل اللي ربى بيوته اجيال كتير، الجيل اللي زي ما بيقولوا كده الجيل المؤسس، اللي احنا ما مشيت الدنيا كده والايام بقينا نقول جيل الابيض واسود. طيب ما جيل الابيض واسود ده من بدري وهم رسخوا فكره ان احنا محتاجين وجوه جديده، مش في على مستوى الجان ما بين الجان والجراند، احنا محتاجين في كل دول وجوه جديده، كل الاعمار معلش. يعني الامثله دي بتذكر طبعا النجم الراحل خالد صالح، هو بالنسبه لي اهم نموذج، لان رحلته لما قرر يغادر الفن قعد 10 سنين يشتغل شغلانه ملهاش علاقه بالفن خالص، ورجع بمشهده في محامي في, في في فيلم محامي خلع. صحيح، مشهد القاضي. لو هرد لحضرتك بقى بجيل المؤسسين، العبقري الراحل عبد الوارث عصر كتير، استاذ عبد الوارث، صلاح منصور، ستيفان روستي، صلاح منصور، مدام زينات صدقي، يعني احنا لو بالزبط. هنعد هذا الجيل يعني هذا الجيل كانوا كل نجوم وابطال حتى في ادوار طبعا بتمر قصاد الكاميرا، ناس يعني احنا ما زلنا نفتكرها وهي لها شكلها. هم دول اللي ربوا جوايا، بما اني حضرتهم لايف وتعايشت معاهم وشفت ازماتهم، هم دول اللي ربوا جوايا ان يبقى طول الوقت تتحمل موجات الاكتئاب والفرص اللي بتهدر وما بتكملش، ازاي تتحملها وازاي تتنفسها، مش ان انا اتحملها واجبتها وبس، ازاي تتنفسها انك طول الوقت بتشتغل على نفسك وبتقدم نفسك في المساحه. موجات ده ناس برضو مش مستوعباه، يعني فكره موجات الاكتئاب بقى احنا بنتكلم، انت في اسكندريه وفي الالاف من الموهوبين في اسكندريه طول عمر اسكندريه، ومش بس اسكندريه، باقي المحافظات في ناس مهووسه بالفن والتمثيل، ويمكن كنا بنتكلم قبل هوا حضرتك تقول لي يعني مبدعين على درجه عاليه جدا من الموهبه طبعا، وبيتحطموا طبعا. يعني من اين بتاتي الصدمه والناس دي بتروح فين؟ يعني الموهوبين اللي ما بيلاقوش المساحه اللي موجوده في القاهره. عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه حوالين استكمل بيها كلام اللي فات، هم دول اللي ربوا دلوقتي اللي ربوا جوايا النهارده قناعه ان انتظر الفرصه انا هسالك عن البدايات دي، احنا هنتكلم عنها بعد يعني بعد ما تجاوبني، يعني ده هكلمك لازم بقى احنا كده لازم نرجع للبدايات، يعني طبعا. احنا قلبنا الحلقه بس هنرجع للبدايه طبعا. هم دول اللي ربوا جوايا النهارده الرد على سؤال حضرتك الاخير، ان طول الوقت يبقى عندي جلد حوالين استقبل ازاي ان حاصل فتره احباط، انا حصل جيل التسعينات ابتدى يظهر في اسكندريه في اوائل التسعينات، طلعنا لقينا اعداد قليله متحكمه في الوسط الفني السكندري ورافضين ان اي حد في وسط فني سكندري طبعا طبعا، وبيقودوا حتى اليوم اسماء بعينها بيتحرك ما بين ثلاث اسماء واربع اسماء، جيلي هو اللي زي ما بيقولوا كده بيمثلوا في السينما، يعني فنانين كبار معروفين يعني، ولا ممثلين موجودين في اسكندريه بس، هم يعني مبرمجين للحاله الفنيه في مصر تواجدهم في اماكن فنيه تمام، فكان طول الوقت ما جاش عليهم جيل انه يقلب الترابيزه زي ما بنقوله كده في العاميه ويثبت ذاته، فجيلي حقق ده وابتدى يخترق المسابقات المتاحه لينا على مستوى اصول الثقافه، وبعدين دليل ان احنا جيل قلب الكيان الفني في اسكندريه ظهور الفرقه المستقله بانواعها سواء موسيقيه او مسرحيه، ثم كمان ان بقينا نمثل مصر في مهرجانات
خارج مصر اكتر ما بنشترك في مهرجانات داخل مصر. كل ده طول الوقت طالما متوليك اساتذه عندهم وعي وامن عليك، فطول الوقت بيحطوا جواك طاقه ان انت تتحمل.